ما شاء الله بارك الله فيكم. الطالب عبد العزيز عبد الرحمن بالصف الثاني الفريق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب بها إلى رب البريات، عبادة هي من أبواب الجنة، عبادة عظيمة من الأبواب. هذه العبادات هي بر الوالدين، يكون الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا، والداك أمك وأبوك، أمك التي حملتها في بطنها 9 أشهر، ومن هذا الذي يدفع ثقل والحمل 9 أشهر متواصلة في ليله ونهاره وحله وترحاله، إلا الأم بطنها لك وعاء وصدرها لك سقاء، تمرض إذا مرض وتتأوه إذا تنهر وتسهر عليك الليالي لا تذوق ومد حتى ترتاح، تميت عنك الأذى بيدها والواقع